المحاصيل الصيفية تشمل البطاطا، الطماطة، البامية، الرقي، البطيخ، يعني الانتاج المحلي عموما كله موجود هسه. الخيار عموما، المعاش المحلي هسه، وخاصة المعاش المحلي الملموس، ملموس كله موجود، موجود كله موجود. نعم، هو بالأخص شنو؟ بالأخص هو الخيار، البطاطا، الطماطة، الفلفل الأسود، عموما يعني أي زرع اللي ببالك هو كله موجود محلي ملموس. عندنا طماطم ملموسة، ما عدا الفاكهة فقط. ما عدا الفاكهة، اي الفاكهة كله استيراد هذا. اي الفاكهة نقدر نقول انه اكو اكتفاء ذاتي بالنسبة لموصل محاصيل الصيفية؟ اي نعم، اكتفاء ذاتي ما شاء الله يعني، والزرع رخيص. اكو بامية مال بغداد، هي بس الحبة مال بغداد بس تنزرع بالموصل، والحبة الثانية نسميها التونسية اللي هي على خضار الصير، نوعية ثانية. وهاي مال الموصل، هاي البترة نسميها. البترة. كم سعر هذا؟ هاي سعرها 1500. البغداد. مال بغداد 1000، من 2000 إلى ربع تنباع إلى 1500. هاي يوم السوق شوي متنك. نزل يعني قبل كان بخمسة بستة. بامية بدايتها أول ما تطلع ب 14 كيلو 14000. بس شوية شوية تقوم تتراجع، وعرض وطلب. يعني قبل اسبوع البامية هاي البترة ب 2000. البامية الموصلية شلون هاي؟ هاي الموصلية درجة أولى. الموصلية. أهل الموصل. بس قد؟ هسه اليوم ب 1500. 1500. 1500. الجونية تقريبا طلع لها 8 كيلوات 10 كيلوات. من 8 إلى 10. فواكه العراقية قليلة. يعني البساتين كلها انضربت، والمال دواعش كلها انبادت البساتين أغلبيتها. هسه البضاعة الفواكه الإيرانية، التركي، الحامض الافريقي، برتقال افريقي، المصري، هاي الفواكه اللي تجينا عراقيه ما باستثناء العنب بس. هاي تفاح ايطالي هو وذاك الاحمر والاصفر. عندك الخس عراقي؟ الخس ايراني. ايراني, إيراني. حتى الخس ما عندنا الخس بس بالشتاء. شتاء باستثناء الشتاء بس عندنا الخس. بيوت زجاجيه الخس؟ بيوت زجاجيه ايراني هذا. نعم. البرتقال. البرتقال عندنا تركي ومصري وافريقي. عندنا مال دياله؟ ما ظل مال دياله. هذا التفاح اغلبيته لا يجيك تركي، لا يجيك ايراني، لا يجيك باكستاني، لا يجيك هندي. باكستاني؟ ايه باكستاني. شلون؟ ما شاء الله. ايه احسن نوعيه شنو؟ والله احسن نوعيه هي التركيه. التركيه. ها شنو نوعيته هذا؟ هذا يجيك من الهند، يجيك من الصومالي، يجيك من المجيكا، من كل المحافظات الدول يجيك. هذا المشمش. هذا المشمش تركي. تركي. عندك البرتقال هذا؟ هذا البرتقال يجيك تركيه، يجيك هنديه، يجيك مصريه. مصري. إيه. حاليا نقدر نقول انه ما عندنا فاكهه عراقيه. فاكهه عراقيه ماكو. قول لي ايش ماكو؟ ليش ماكو؟ الحكومه ما تدعم الفلاح. لو تدعم الفلاح ما يصير هذا، ما نصدر. ليش تدعم الفلاح؟ تدعم الفلاح بالغاز، بالكيمياوي، بالمواد، بالبذور، صحيح؟ الرقي متوفر، يعني الرقي كله انتاج عراقي هو. والرقي رخيص يعني 200 250 هو والبطيخ، البطيخه 200 250 بس شيء يعني درجه اولى. هو هذا موجود ومتوفر والحمد لله يعني. اسعاره زين. اسعاره ممتازه يعني 200 250 هاي اسعاره هنا يعني عندنا بالجمله. زين. بس الفاكهه عندنا قليل عراقي. الفاكهه كلها موجوده، العنب ما عنب كلها موجوده الفواكه. بس عندنا الموز والبرتقال هاي كله هذا بس هذا مستورد. والرمان الا الباقي كله يعني كله انتاج عراقي.